مرحبا مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده اكيد من استراحه الظهيره. امبارح ما لحقنا نقرا كل التعليقات اللي اجتنا بموضوع هوس المكياج عند السيدات ولماذا يكره الرجل المكياج ويحب الجمال الطبيعي. شوي قدرنا نقرا تعليقات، ففي منهم طلعوا لا والله مش كل الرجال ما بيحبوا المكياج، لكن برضو ما بيحبوا المبالغة بموضوع المكياج. فعشان هيك اليوم رح نقرأ باقي التعليقات ورح ناخد اتصالاتكم على الساعة 2:30. فموضوعنا اليوم هو نفسه موضوع امبارح، مكملين أكيد، لكن أكيد أخبارنا رح تكون جديدة، فبنبلش بجولة مع الأخبار المنوعة ودائما دائما مع الصحة. لماذا يجب الاحتفاظ بأكياس الشاي؟ احنا بنعرف انه في فوائد للشاي غير لما نحن بنشربه، في فوائد جماليه للشاي اكيد، لكن على ما يبدو انه اكياس الشاي نفس الكيس الشاي بعد ما نحن نستعمله في له استعمالات ثانيه، مش انك ترجع تعمل يعني تستغله وترجع تعمل كمان كاسه شاي زي اللي مش اسمه مش على مسمى صديقنا، ما بدي احكي اسمه، لكن لا لما بتعمل انت الشاي وبتخلص الكيس نفسه لازم انه نحن نستعمله بشيء ثاني. شو هو ما بعرف، خلينا نشوف الخبر شو بيقول. يعد الشاي من المشروبات التي يصعب الاستغناء عنها، فهو اساسي في وجبه الفطور بالنسبه لكثير من الناس، فبينما يفضل البعض تناوله بعد وجبه الغداء او مساء. ورغم اختلاف الموعد المفضل لتناول الشاي الا ان الاكياس او لاكياس الشاي المستعمله فوائد كثيره جدا ما بيعرفها اي حدا. رح نستخدم اول وحده، او سوري رح نعرف شو اول وحده، وهي القضاء على الروائح الكريهه. هلأ بعد استعمال أكياس الشاي يمكن تجفيفها واستعمالها ثانية كمعطر للقضاء على الروائح الكريهة في الأحذية عفوا منكم أو في الثلاجة، ويمكن فتح كيس الشاي بعد تجفيفه وفرك اليدين بالشاي المجفف لتعطير الكفين بعد الطهي حسبما ذكر موقع ألماني مختص بالأمور الصحية. أكيد 2. تسريع التئام الجروح. للشاي الأسود والبابونج تأثير مفيد، فعند الإصابة بجرح بسيط يمكن وضع كيس الشاي رطب على الجرح، فمكونات الشاي تساعد على التئام الجروح بشكل أسرع ولها تأثير جيد على البشرة، كما أن أكياس الشاي مفيدة لدى التعرض للدغة بعوض أو حروق الشمس. هلا رح نحكي شوي عن نصائح لحتى نحن نتجنب ضغوطات الحياة اليومية من خلال استخدام الشاي الأخضر بدل القهوة. صعبة هاي. يحفز الكافيين في القهوة إنتاج الأدرينالين ما يجعل المرء أكثر عصبية، لذلك يفضل شرب الشاي الأخضر، فنسبة الكافيين فيه قليلة جدا وتبلغ نسبة الكافيين في القهوة حوالي 80 ملغرام، أما بالشاي الأسود 40، أما نسبتها في الشاي الأخضر فهي 30. وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على تحفيز عملية الأيض اللي هي التمثيل الغذائي وحرق الدهون أكثر. أكيد هلأ الكافيين الموجود بالقهوة بخلي الواحد عصبي؟ لا الحمد لله. أيضا لإطلالة مليئة بالحيوية، فأكياس الشاي لها كتير دور مهم في التخلص من الهالات السوداء حول العينين. فوفقا لموقع ألماني بيقول، وهو مختص بالتجميل، يجب علينا بوضع كيسين من الشاي المستخدم على العينين، والأفضل أن يكون الكيس باردا وتركه لمدة دقيقتين ما يدفع للشعور بالارتياح. أما أخيرا فهو منيح لإزالة الدهون أو الشحوم، فتنظيف بقايا الشحوم من إناء الطهي مشكلة يعرفها الجميع، إلا أن هذه مشكلة يمكن التخلص منها بوضع كيس الشاي في الإناء وإضافة قليل من الماء الساخن، وبذلك يمكن إزالة الشحوم بعيدا عن استخدام المواد الكيميائية. بدي أحكيها لأمي هاي المعلومة،
مش لإلي لأمي. فهلأ لما بنستعمل الشاي أو بنشرب الشاي، كيس الشاي بعد ما يبرد، مش تحطوه بيسلق على عيونكم، بعد ما يبرد حطوه على عيونكم، فهو كتير منيح للهالات السوداء وبيعطي ارتياح. اوكي، وايضا طلع فيه له فوائد كتير غيرها. فانا قلت لكم الموضوع هو جمالي اكتر، فاحنا بنقدر بعد ما نخلص من كاسة الشاي انه نستخدم كيس الشاي لامور كتيرة وحكيناها في هذا الموضوع. هلأ بدنا نروح لفيديو هو صحي لكن بعيد عن موضوع الشاي. ففي وصفة ألمانية قديمة بتفتح الشرايين المسدودة وبتخفض الكوليسترول وبتحسن الجهاز المناعي. شو هي هاي الوصفة الألمانية في هذا الفيديو؟ هلا اللي صار انه انا مش مركزه مشاهدينا، اوكي، يعني غلط غلطي، هو الموضوع اللي شفناه او الفيديو، سامحتني علي، سامحتني، خلص شكرا الحمد لله. انا هلا راح اعرف اكمل الحلقه وانا مبسوطه انه علي سامحني. الفيديو كان بيحكي عن فوائد الشاي الاخضر، انا رحت لمكان بعيد، بس هو خطا مطبعي انا سببه، فاكيد هيك بنكون احنا شفنا فوائد الشاي. مش ببرر لك يعني انا. المهم شو كنت احكي، والله نسيتني. حكينا عن موضوع الشاي وحكينا عن فوائد الشاي واكياس الشاي، وحكينا او شفنا بهذا الفيديو فوائد الشاي الاخضر وايش ممكن نحن نعمل ماسك او خلينا نقول قناع يعني من ناحية جمالية للوجه أكيد. وهي هي كانت أخبارنا الصحية مشاهدينا، ومكملين أنا وإنتو، وبدنا نروح نشوف شو في عنا أخبار تكنولوجيا. تحذيرات من فيروس الفدية الجديد. شو قصة أخبار التكنولوجيا؟ يا في حدا مثلا بحاول إنه يفوت على مواقع البنوك و يا في فيروسات هلا عم تضرب أجهزتنا، ما بعرف، بس هو اسمه جوست كنترول، مش هي اختصار لكنترول سي تي ار ال؟ لازم عمر يجاوبني مش عالي. هي اختصار إلها صح؟ يا او ماي جاد. طب حذر خبراء مستخدمين نظام أندرويد من نوع جديد من برامج الفدية التي يمكنها تسجيل مكالماتك وفيديوهاتك سراً. يطلق على هذا البرنامج اسم Ghost Control، وانتشر البرنامج الخبيث عن طريق التخفي في صورة تطبيقات مثل واتساب وبوكيمون جو، وأكيد هذا بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية. بالإضافة إلى قدرته على تسجيل المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو، ويمكن للبرنامج الخبيث أن يغلق شاشة الجهاز ويعيد تعيين كلمة سر جديدة، ويجعل كل شيء مهيئ للمطالبة بفدية من المستخدمين المتضررين. وتقول شركة أمن الحاسوب التي اكتشفت 3 إصدارات من البرنامج أنه من المحتمل أن يزداد الأمر تعقيدا في الإصدارات المستقبلية. وباتت شركة ترند ميكرو أولى الشركات التي حذرت من البرنامج الخبيث، ويقوم المستخدمون بتحميل إصدارات مزيفة من التطبيقات الشائعة والتي تبدو مثل الأصلية ولكنها مصابة بالفيروس، وعند تثبيت التطبيق فإنه يفتح بابا خلفيا أمام المخترقين لاختراق هاتفك الذكي. يعني مع التقدم التكنولوجي كنا مفكرين الحياة حتصير أسهل، لكن هي فعلا صارت أسهل، بس ما في شيء ما في له تبعيات سلبية أكيد، وما في له جوانب سلبية كتير. فكل ما تطور العالم كل ما قدروا إنهم يفوتوا بخصوصياتنا أكتر. تفضل سيد علي. عفوا، نعم صحيح، نعم صحيح.
فأكيد هذا هو كان خبرنا التكنولوجي، ومعنا أيضا فيديو تكنولوجي رح نحكي شوي عن إن شاء الله، يعني هلأ إن شاء الله أنا ما أكونش غلطانة. إذا بتتذكروا أول إشي أول إشي كنا نعمله لما نفتح الكمبيوتر ونحن صغار، أو أول ما تعلمنا على الكمبيوترات، كنا نفوت على هذا برنامج الرسم بينت. كنا نفوت على برنامج الرسم وكنا نرسم ونكتب اشياء ونبعث رسائل والى اخره. هلا التغى البرنامج، انا ما بستعمله يعني، بس حزنت. لا بده يلتغى بالاصدار الجديد. خلينا نشوف هذا الفيديو. بدنا ننتقل لاخبارنا الفنيه السريعه، خلينا نروح لجولتنا الفنيه. أعربت الفنانة المصرية مي عز الدين عن رغبتها بعمل عملية تجميل تصغير أنفها، إلى أن والدتها ما زالت ترفض هذا الإجراء خوفا على ابنتها من الخضوع لأي جراحة. جاء هذا الإفصاح خلال مقابلة لها في برنامج كل يوم عبر قناة أون تي في المصرية مع الإعلامي عمرو أديب، موضحة أن شكل أنفها يزعجها بالصور وأنها تتمنى أن تحصل على شكل أنف جميل دون عمل فوتوشوب على صورها. وعلى ما يبدو بأن مي عز الدين عنيدة، فبالرغم من رفض والدتها لهذه العملية إلى أنها أجرت العملية دون علمها وشاركت جمهورها صورة جديدة بعد عملية التجميل، وشكرت من خلالها الدكتور الذي أجرى العملية، كما قدمت الاعتذار لوالدتها لأنها استيقظت صباح اليوم التالي لتجد مي عز الدين قد أجرت العملية على حد قولها. طبعا اجمل الاغاني لعمرو دياب هي الحان عمرو مصطفى، ووصلت بيناتهم مشاكل كثير 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 لمجال بعيد، بس طبعا هو كان عمرو مصطفى يحكي ويجاوب حاله، لانه عمرو دياب مش من النوع اللي بيظهر مشكلجي عن جد، بس انا بحبه يعني، بحبه من اي مكان ملحن قبل ما يغني. وهو اول ما بلش عمرو مصطفى كمطرب لحن اغنيه وما قبل يغنيها عمرو دياب، فمن قد ما كان حيحبها هاي الاغنيه فطلع غناها هو، وهي كانت فعلا حلوه جدا 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 جدا. والى لبنان، يتحضر الفنان اللبناني وائل كفوري لطرح ألبومه الجديد دبليو دوت من إنتاج وتوزيع شركة روتانا في الأيام المقبلة. وبعد غياب 3 سنوات من سوق الاسطوانات الغنائية، يترقب محبو ملك الرومانسية ألبوم 2017 بشوق كبير. كشف وائل عن معنى عنوان الألبوم موضحا أن حرف دبليو يختصر اسم وائل باللغة الإنجليزية، أما النقطة بجنب الدبليو فهي تعني نقطة على السطر. وأعلن أن عنوان الألبوم وبوضوح تام هو وائل ونقطة على السطر. يشار إلى أن أغنيات الألبوم 9 من كلمات الشاعر منير بوعساف، وهي وقت لبنساكي، وقت لبنساكي وصرنا صلح، وغلطي بالتوقيت، وغدرتيني، وطريق الفلة يعني طريق الروحة يعني، وكذابين، وخايف، وإلى آخره. كما تعاون كفوري مع 3 ملحنين. أكيد وهيك بنكون انتقلنا لفقرتنا التفاعلية مشاهدينا. لماذا يكره الرجل المكياج، ولماذا هناك هوس عند بعض السيدات بالمكياج؟ طب هلأ ليش أوقات عن جد في سيدات يعني ببالغوا؟ هلأ يمكن البنات في الجامعات أوقات كمان بيكون في مبالغة بالمكياج، في الشغل أوقات بيكون في مبالغة بالزيارات العادية، لكن المكياج بحد ذاته يعني ليش لا؟ مثلا إذا كان هو مناسب. هلأ لو بتروح البنت عند أي صالون وبتقول سمعني شو حكيت، سمعني شو حكيت، شو عم تضحك؟ لا لا. هلأ البنت لو بتروح الصالون بتقولها بدي مكياج، تقولها مكياج نهاري ولا خرج سهرة ولا خارج عشاء إلى آخره، لأنه كل مناسبة لها مكياجها الخاص. شو علي؟ طيب صادق. فأكيد كل مناسبة لها المكياج الخاص فيها، لكن أوقات المبالغة يعني بتكون أوفر عن الموضوع. لما بيكون المكياج لزيادة الجمال فبرضو ليش لا، لكن أوقات زي ما قالوا بعض الشباب إنه بتكون وحدة حلوة بس بتحط مكياج بتصير لا، برضو هذا أوقات بيكون سوء استخدام للمكياج. أكيد هلأ قبل ما أحكي تعليقاتنا بموضوع الميك اب، خليني بس أشوف الشباب على أو مشاهدينا على الخاص شو عم بيطلبوا مني، وبعديها بقرأ التعليقات. معتز الزيدان بده يعني نحكي عن موضوع مين أيهما يقع بالحب أسرع، البنت ولا الشاب؟
حسب والله يا معتز الزيدان يعني. أما بالنسبة لأبو سداد بقولنا مساء المحبة والسعادة والجمال، جمال الجوهر، أحب أن يكون المكياج المرأة خفيف وحسب البشرة. هلأ في وحدة، في بنات خلص بدهم يعني بدها تصير بيضة غصب غصب غصب، بدها تصير بيضة، فبتكون هي بشرتها مثلا غامقة شوي وبتروح بتحط نوع فاونديشن أفتح من بشرتها، فبتصير بصير لون بشرتها مش حلو يعني. ما بدنا نزعلكم منها، بس دائما شو بدك؟ دائما اختاري لون الفاونديشن لنفس لون بشرتك او اغمق شوي. افتح، لا بنزعل من بعض. خلينا ناخذ اتصال من استاذ ياس. الو، مرحبا ست ياسمين. اهلا، كيفك؟ الله يبارك فيك. والله الحر تعبني كلش بهالفتره هاي ست ياسمين، شو نسوي؟ اهلا وسهلا بهذه الطلعه والاطلاله. بالله 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 استاذ ياس، كمان مره شو حكيت؟ مره عم تسمعني استاذ ياس؟ اسمع جيد، اسمع جيد. تسمعني؟ انا سامعتك، بس عيد من البدايه شو حكيت وعلي صوتك رجاء. اقول لك الجو حار عندنا في سامراء، تعبني الحر، تعبني اتعبني. الله يعينك، والله نحن عنا درجة الحرارة 6 مليون، كيف انتو؟ والله جو حلفان طبعا، منورة تماما، تحياتي. يلا يعين الله. شكرا. نقول عودا على بدء في موضوع المكياج، انا اضم رأيي للذين قالوا مو كل الرجال يكرهون المكياج ابدا، بل ان الاغلبية ترغب المكياج الخفيف. نعم. والذي يجعل المرأة بأجمل صورة ورشاقة وبهاء ورونقا. وكما قلت امبارح فهو فن وله ترتيب خاص، وكان المفروض اليوم علينا الأخت وتن الشمري وهي غائبة من زمان ولا أعرف شنو السبب حتى تتكلم عن الموضوع. أستاذ ياس. أي نعم. نعم، في عندك مداخلة زيادة على الموضوع؟ بتحب تحكي شيء زيادة؟ أي. والمكياج هو ذوق من قبل المرأة ويتعلق بثقافة المرأة. إن المرأة التي لا ترى نفسها إلا بعينها من دون أن تلتفت إلى ما يرى الآخرين فيها وشكلها، إنما تجني نتائج معكوسة. وتقول بعض النساء المثقفات التجميل والظهور بمظهر حلو أنيق هو أمر يبعث على الارتياح النفسي لدى المرأة. نعم. والجمال يعني دائما البساطة، وهو رأي أغلبية الأخوات المعلمات اللواتي اشتغلنا معي في المدارس زمان عندما كنت ناظر مدرسة. وبالأخير يبقى الذوق هو الأساس والمقياس للجمال، وبدي أحييك ثانية وأتمنى لك السعادة والتألق. شكرا شكرا، يعطيك ألف عافية. يعني أنا بحب قديش أنتوا يعني بصير في ألفة وصداقة بينكم وبيننا وبين اللي بيتابعونا وبين اللي بيتابعونا وبين بعض وبين ضيوفنا اللي بيجوا عنا. لكن موضوع الاستضافة هي بيتعلق بالإعداد وإمتى لازم يكون في ضيف وإمتى ما لازم يكون في ضيف. فشكرا لمداخلتك. صالح إبراهيم موصل بقولي تحياتي لحضرتك لكل أصدقاء. هناك موضوع مهم وهو من تتمنى له السعادة في حياته ومن أكثر شخص مميز. ولا بتمنى السعادة لإلي، كل واحد يصنع سعادته لحاله. وأكثر شخص مميز لديك، أتمنى مناقشة هاي المواضيع إن شاء الله ولا يهمك. ست ياسمين، لحد الآن لم توافقي على طلب الصداقة على صفحتك الشخصية حتى أضيفك للجروب. أم سوري بس ما انتبهت، خلاص ولا يهمك رح أوافق. شكرا لكل اللي بعتونا على الخاص، وخلينا نبلش بتعليقاتكم على موضوع المكياج. هي دائما الشيء اللي فيه بساطة أحلى بالعادة. يعني هلا احنا مثل ما حكيت يعني بنحط مكياج، لكن يعني أوقات والله بتذكر أيام المدرسة كانوا البنات لما يطلعوا على الرحلة. طبعا شو من أيام المدرسة مبلشين. والله الله يعينك يا رجال، والله يا ريت لو بعض الرجال يحطوا شوية مكياج هيك، بس مش عشان الجمال الخارجي، الداخلي أكتر. طيب حكينا مبارح التعليقات من أكرم وعادل وصبار وفيفي، شكرا كتير لكم. ومحمد العراقي شكرا كتير لك. وأيضا حكينا التعليق من جنات شكرا، ومن معتز الزيدان. أوكي هلأ نقرأ التعليقات الجديدة. وقاص،
مرحبا ست ياسمين. المكياج هو تحسين المظهر والشيح له، اذا كان خفيف وما بيكون فيه مبالغه وبالنهايه بصير خدعه بصريه. اه والله، لانه احنا نكره المكياج لانه راح نشوف جمال كثير وشويه عقل. وشكرا، ما بدي اعمل تعليق بقد الاردن. هي ضلك تعلق علي عشان بحكي هاي الكلمه. انت اللي تعليقاتك طويله. اوكي، شكرا كثير لك يا وقاس. حبيت لانه راح نشوف جمال كثير وشويه عقل. عاد هاي بترجع لك انت يا رجل، شو اللي بيجذبك، الجمال ولا شويه عقل؟ مستجاب البستراوي بيقول ماشي يا ابو عقل. السيدات بالتاء ما يقدرون يتخلون عن المكياج الان. اذا بدها تطلع بدها ساعتين. والله انا بدي ساعتين لاجهز. والرجال بيكره المكياج. اوكي. عمر الدراجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي اليك ست ياسمين. المرأة هالايام كثير بتستعمل مكياج. اوكي، يعني في مبالغة هو قصده. احمد محمد الصلوحي، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي اليك ست ياسمين. نعم، اذا كان مبالغ فيه فالرجل ما بحب المكياج. الرجل بيكره المكياج يعني لما بيكون كثير، وصار استعمال المكياج مبالغ فيه عند بعض السيدات. كرم العراقي، مساء. مش كرم اللي بدلع حاله كروم. حلو المرأة تحط مكياج بس مش بطريقة مبالغ فيها، وبرضه المرأة تكون حلوة على طبيعتها، بالحالتين ما عنده مشكلة كروم. والرجال مو كل رجل يكره المكياج، بالنسبة لي أنا ما أكرهها، هو بالعكس بيعطي مظهر جمالي حلو للمرأة، بس برضه الطبيعي أحلى. والله حيرتنا يا كرم، حيرتنا، رسالك عبر. المهم تحياته لإلنا كرو من الموصل. وأكو صديقة البرنامج رحمة، وينها؟ قال كروم، لا دقيقة، رحمة صديقة البرنامج بسأل عنك، كرم وينك؟ ليش ماكو؟ والله ما بعرف مين رحمة، نسيتها أنا. معتزة زيدان، ياسمين السلام عليكم. هاي عادة موجودة من قبل، شغلة طبيعية، بتعتقد المرأة انها بتزيد جمال، بس لماذا يكره الرجل المكياج؟ هذا الشيء بيعود له، بس باعتقاده لزيدان بيقول انه هاي عند بعض الرجال مش الكل. هو ما عنده مشكلة بالمكياج بس ما يكون كتير. كلياتنا متفقين على هاي النقطة، حلاوة المرأة بأخلاقها وليس بالمكياج. حسنا يا معتز الزيدان. مصطفى الامين بيسلم عليكم يا قناه سامراء، وعليكم السلام مني ومن الكادر. اما طلال الرباح بيقول السلام عليكم وعلى القناه وعلى الورده الجوريه ياسمين. فكرتها ناقص حرف نون يا طلال. ماشي، مشيت لي اياها. مين بعت لنا مسج؟ وين؟ اوكي، لنشوف مشاركه. في اجتنا مشاركة من زميل، هي فوتو؟ يا اوكي. بقول لك بفرنسا، هاي مشاركة من زميلنا بفرنسا، ما بيصير بأي عروس إنه أي وحدة تحط مكياج، لأنه بس العروس بيطلع لها تتزين. لأنه أوقات هلا نحن بنروح على عروس، لما بنختار المكياج وبنختار فستان، هدفنا الوحيد إنه نغطي على العروس. يعني ما بعرف ليش شو بصير معنا إحنا النسوان، بس الهدف الرئيسي إنه نغطي على العروس. لا، بفرنسا بقول لك ما بصير تعمل إشي ولا تحط ميك اب، لأنه بس العروس اللي لازم تظهر. عسل؟ أوكي، يا اهلا بعسل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ اهلا يا سمين، شلونك؟ اهلا عسل. انت اسمك عسل؟ اي، واكيد دمك عسل. تسلمي حبيبتي. طبعا انا اشكرك على هذا البرنامج الحلو والرائع والكل فائده. حبيبه قلبي يا عسل. انت شو بتعملي بحياتك؟ متزوجه، عندك اولاد، او بتشتغلي، او بتدرسي؟ لا لا لا، بعدني بنيه. منيح. عسل، نعم، يلا شاركينا موضوع حلقتنا لليوم. المكياج شيء روتيني وعادي، يعني حلوة، يعني انت جمالية للبنية، هي من تطلع ليش لا، كاريزما مالتها بعد احلى واحلى. بس انت بتحس انه هيك احنا البنات صايرين نبالغ بموضوع المكياج، صح؟ صحيح، واني اول وحدة. ليه، كيف هيك حسيتي؟ لان المكياج هو صاير كل الحياه، يعني مثل ما يقولوا لك البنيه ما تقدر تطلع اذا مو مكياج. مستحيل نعملها، كلها يقري. طب انت بتحس انه هاي عدم ثقه بحالنا، ولا خلص هو تعويض يعني، او بنحب نشوف يعني اريح؟
ايش بتحسي؟ اريح للواحد يعني التغيير له كلش حلو. صحيح. عسل، انا بتمنى انك دائما تشاركينا وكثير مبسوطه بهاي المشاركه الاولى. مين حبيبتي، وهذا برنامج الروعه والكلش حلو. انت الروعه. انا سؤال لعلك. شو حبيبتي؟ حبيت اسال السؤال. يلا اساليني. الحلقه الاعاده ما بتجد. والله يا عسل، نحن برنامجنا لأنه يومي ما بينعاد، لكن هي الحلقات بتنزل على اليوتيوب، فالحلقة اللي بتروح عليك بتحضريها يوتيوب. أوكي. منيح حبيبتي. يلا ماشي عسل، باي. طيب أبو سداد، مش عارفة إيش هالكلمة، مش عارفة. اوكي، هو عم بيحكي لي ابو سداد بما معنى انه هي بالمكياج حلوه وبس تشيل المكياج تكون المفاجاه. بلشت الصور توصلنا والتعليقات على موضوع المكياج، بس مش رح يعني نقدر نعرض الصور على الهواء. حدا علي، اعصابك. امين الخطاط، يا حواء قد خلقك خلق الله لك وجها جميلا، فلماذا تضعين قناعا آخر؟ كنا بنعرف أن التصنع لا يدور على الجمال. ما بعرف شو بدي أحكي لك، يعني المبالغة في المكياج مش حلوة. ماشي. جلال حسين، السلام عليكم وسلام على كادر القناة وعلى ست ياسمين، وإن كثرة المكياج ما هو بزين. أي والله، والشيء إذا زاد عن حد انقلب ضده. صحيح. أما لو هذا صديقنا اللي اسمه أمير بأخلاقه بيقول لو إنها مش بشعة كان ما بتخلي مكياج. شو كيف حالكم أنتوا؟ طلال الربح، سلام عليكم على القناة وعلى الورد الجورية ياسمي. هذا تعليقين على بوستين إذا ملاحظ، والبوستين ناقصين حرف النون. رجل استثنائي، سلام عليكم على الكادر، تحياتي لكم، شكرا كتير أيها الاستثنائي. أبو سداد، شوفي أبو سداد عم بيرن عليكم ابو السداد، والمخرج ما عم يفتح خط. ليه؟ بقول لك عم بيرن والمخرج ما عم بقول مع الاسف اتصل المخرج ما يفتح خط. المخرج عم ما بعرف، مشغول يا ابو السداد، مش فاضي يرد على التليفون. طيب بقولنا صالح ابراهيم المصلي، هلا يا جماعه انتوا فاهمين الموضوع شوي غلط. المخرج على الاخراج، الاتصالات، في موظف اتصالات هو خاص بموضوع استقبال اتصالاتكم، في عنا كمان مثلا موظف مهندس صوت هو كمان، يعني مش كله على المخرج، عرفت؟ يعني انا اول مره بدافع عن علي واخر مره، بس حرام يعني مش كل شيء على المخرج. يعني اذا انت بتتصل مش معناته المخرج ما عم بيرد، لكن في ضغط على الاتصالات. يعني عرفت كيف؟ صالح ابراهيم مصلي بقول لك بنت الريف احلى. ايش يعني بنت الريف احلى؟ بدون مكياج، انه جمالها على الطبيعي، جمال طبيعي. بنات الريف يمكن بعتقد لانه اكلهم صحي من البستان، بيكون اكلهم مش عايشين بهذا الانفتاح اللي نحن عايشين فيه والى اخره، وعن جد هو زي كانه صار المكياج شيء طبيعي او شيء اساسي بحياتنا اليوميه. لكان اتصالاتكم على ارقام البرنامج، اذا صار ورنيتوا علينا وما حصلتونا بيكون في ضغط على الاتصالات، فرجاء ارجعوا اتصلوا مره ثانيه. وبكره عن شو رح نحكي؟ رح نحكي عن موضوع بهمكم. احضرونا او مش احضرونا، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ياسمين خريشي، ورح تعرفوا شو موضوع حلقه بكره. باي باي.